الله يعطيكم العافية. ربح أشرح محاضرة رقم 15 إن شاء الله، محاضرة 15، محاضرة الـ Experimental Design. تمام، طبعا المحاضرة هاي واللي قبلها هي من المحاضرات الطويلة، ما تقلقوش يعني، محاضرات هاي أو اللي قبلها وتحديدا هاي محاضرة طويلة، ولكنه أغلبها صراحة يعني آسف على الكلمة بس جاي حكي. فطريقة إني أمشي بالمحاضرة راح تكون بناء على التفريغ، وراح امشي ان شاء الله على كل شيء. في معلومات راح مش مهمة كثير، يعني راح تلاحظوا انه بعض السلايدات خلص مرات بعمل عليها سكيب لانها مشروحة بمكان ثاني، مرات بس بتكون سوالف حصيدة يعني. في سلايدات ثانية بتكون سلايدات بصم، بهاي المحاضرة ما في كثير سلايدات بصم، اغلب المحاضرة فهم. تمام، فبس ركزوا معي افهموا اللي بقوله، وانا راح احكي لكم اماكن الاسئلة اللي اجتنا. تمام، وين اجتنا. تمام، طيب المحاضرة بتحكي عن experimental design، أخذت في المحاضرات الماضية عن الكوهورت والكيس ستادي والobservational studies. إحنا هسه فايتين على نوع ثاني من الأبحاث، وهي إيش بنسميها هي والسيستماتيك المحاضرة الماضية اللي قبل هاي يعني. هذول الأبحاث بنسميهم experimental، أو هذا النوع من الأبحاث بنسميه experimental. شو يعني experimental؟ experimental معناته أنا بعمل intervention. يعني بعمل intervention يعني أنا بشتغل بإيدي، أنا بشتغل على أرض الواقع، مش قاعد بجمع معلومات زي الريفيوز الليترتشر او السيستماتيك ريفيوز، مش قاعد براقب ناس، مش قاعد براقب ناس بشكل عام بحياتهم زي الكوهورت والكيس ستادي والكروس سكشنال، او باخذ منهم معلومات. لا، انا قاعد بعطي الناس شيء معين او بعمل عليهم شيء معين وبشوف تاثيره. مثلا ممكن اللاب وورك، شغل المختبرات، يعتبر اكسبيرمنتال. تعمل لناس عملية جراحية جديدة اكسبيرمنتال، تعطي ناس دواء جديد اكسبيرمنتال، تشتغل على فيران وحيوانات أو على إنسان بشكل عام اكسبيرمنتال. تمام، احنا بهاي طبعا الاكسبيرمنتال مجالاته واسعة. بهاي المحاضرة راح نأخذ عن نوع الرئيسي والأهم من الاكسبيرمنتال ديزاين، وهو الار سي تي، الراندومايزد كلينيكال ترايل، اختصارها ار سي تي. شو قصة الـ RCT هاي؟ ببساطة بس أعطيكم مقدمة مشان تفهموا أول تقريبا 10 سلايدات. الـ RCT ببساطة بتكون بإنه مثلا بدك تدخل دواء جديد على السوق. تمام، فبتجيب جروبين، جروب كان ماشي مثلا دواء ضغط. تمام، لنفرض إنه كل الشعب بيعرف إنه في دواء ضغط مثلا ماشيين عليه ومستفيدين عليه، كيف بدك تدخل دواء جديد على السوق؟ بتجيب جروبين، دواء ماشي على الدواء القديم مثلا يعني، ودواء ماشي ودواء وعفوا ومجموعة بتمشيها على الدواء الجديد، وبتشوف التأثير اللي هون والتأثير اللي هون. إذا تأثير هذا الدواء كان أحسن معناته it's good، تأثير ما كان أحسن معناته not good. زي هيك الراندومايزد كلينيكال ترايلز، وراح نخوض بمفاهيمها والميثود تاعتها أكثر وأكثر خلال المحاضرة. تمام؟ تمام. طيب طبعا في أشياء مقدمات وجمل يعني زي الموجودات هون مش كثير مهمة، راح أركز لكم على اللي مهم. تمام، لأنه وقتكم أنا عارف إنه من ذهب. تمام، شو مشكلة الراندومايزد ترايل is considered the ideal design for evaluating both the efficacy and side effect. يعني دائما بدكم تعرفوا، شفتوا في هرم كان موجود قبل كم محاضرة، هرم موجود إنه أي أفضل وأقوى أنواع الأبحاث. الراندومايزد كلينيكال ترايل راح ناخذها في هاي المحاضرة هي التوب 1 فيهم. تمام، هي التوب 1 فيهم. شو يعني التوب 1 فيهم؟ يعني هي أفضلها وأكثرها دقة وأكثرها ثقة. يعني الراندومايزد كلينيكال ترايل بتكون على قاعدة الهرم، بعديها السيستماتيك ريفيو، وبعديها الكوهورت والكيس وبلا بلا بلا. هي أفضل وأقوى أنواع الأبحاث، يعني الراندومايزد كلينيكال ترايل هي أقوى وأفضل أنواع الأبحاث. طبعا الجمل اللي انا بعمل عليها سكيب، مش انت تعمل عليها سكيب، اقرؤوها. تمام، بس لانه مش مهمه ما بدي اضيع وقتكم عليها. تمام، طيب trials are essential experiments which are under the control of the investigator. يعني هي عبارة عن تجارب بيتحكم فيها الباحث، بيتحكم فيها اللي بيبحث عن الموضوع. شو يعني بيتحكم فيها؟ يعني هذا الباحث بيتحكم من الجروب اللي بياخذ مثلا هذا الدواء والجروب اللي ما بياخذ هذا الدواء. شو مجالات الراندومايزد كلينيكال ترايل ار سي تي؟ شو ممكن نستعملها؟ مثلا نيو دراج، دخلنا دواء جديد على السوق، او نيو تكنولوجي، تكنولوجيا جديده بنفس الطريقه اللي انا قلت لك عنها. مثلا بدنا ندخل نيو بروجرام للسكريننج، السكريننج اللي هي اليات التصوير السي تي والام ار اي والى اخره. لقينا انه في جهاز جديد او بروجرام جديد ممكن يكون احسن، فبنقارنه مع بروجرام قديم وهكذا. أو ممكن مشان compare different approach للprevention or new ways of organization and delivering health services. يعني ببساطة مفيد في مجالات كبيرة وواسعة كثير.
تمام. طيب الراندومايزد كلينيكال ترايل زي ما قلت لكم هو the most compelling evidence للكوزبل افكت، هو افضل واقوى انواع الابحاث. لما انت تكون قاعد بتدور على كوز او افكت، شو معنى هذا الاشي؟ يعني لما انت تكون قاعد بتدور على سبب ونتيجة وتلاقي وتقارن بيناتهم، افضل انواع الابحاث زي ما قلت لك اللي بتربى على رأس الهرم هو الار سي بي. تمام. طيب اوكي، كيف بيكون شكل الـ RCT؟ كيف بيكون شكل الـ RCT؟ وهو زي اللي أنا قلت لك عنه، بيكون شكله تقريبا زي هيك. أنا في عندي study population كبير، تمام، باجي بقسمهم لمجموعتين، لنفرض إنه أنا بدي أقيس دواء جديد. فالمجموعة الأولى اللي هم الـ current treatment بيكونوا ماشيين على الدواء القديم واللي already هم ماشيين عليه، والمجموعة الثانية بمشيهم على new treatment اللي هو التريتمنت اللي أنا بدي أدخله والتريتمنت اللي أنا بدي أختبره واللي بدي أشوف نتيجته هل هو كويس أو لا. فالدواء القديم ممكن في له نتائج، في ناس ما بتحسنوا عليه وناس بتحسنوا عليه، ده الدواء القديم. الدواء الجديد برضه في ناس ما تحسنوا عليه وناس تحسنوا عليه. متى بيكون الدواء الجديد له فعالية وقوي وإلخ؟ لما عدد الناس اللي تحسنوا عليه أو قد أو التأثير تبعه يكون أكبر من تأثير الدواء القديم. هذا هو مبدأ الـ RCT يعني بشكل بسيط. تمام. الكرنت تريتمنت هذا له كثير اسماء، يا اما هي نفسها الكنترول جروب، هي نفسها اليوجوال كير، هي نفسها الستاندرد اوف كير، هي لها كثير اسماء. تمام، بس انا راح اضل اسميها يا اما كرنت تريتمنت او الكنترول جروب. تمام، هم اسمهم الكنترول جروب او كذا كذا كذا، اللي هم المجموعه الاصليه اللي ما دخلنا عليهم الانترفينشن الجديد تبعنا. تمام. طيب هسا في عندي مشاكل معينة بالار سي تي راح نتطرق لها هون، في عندي مشاكل معينة بالار سي تي راح نحكي عن واحدة منها هون، وهي متعلقة بالإثكس. شو يعني متعلقة بالإثكس؟ بدي أسألك سؤال، إحنا الجروب الكبير اللي إحنا بنجيبه ناس مثلا عندهم ضغط، ناس عندهم ضغط دم، عندهم هايبرتنشن، فأنت لما تقسمهم جروبين، الجروب الأول بدك تمشيه على دواء قديم، دواء مثبت صحته وأوكي وإله نتائج وإلخ إلخ إلخ، والمجموعة الثانية بدك تمشيها على دواء جديد. أنت الدواء الجديد هذا ما بتعرف هل هذا الدواء إنه هل فعلا بيأثر، هل فعلا له تأثير إيجابي ولا تأثيره سلبي أكبر. فوين بتدخل مرحلة الإيثكس فيها أو الأخلاقيات؟ إنه أنت الناس اللي عرضتهم للدواء الجديد ممكن هيك تكون ضريتهم. كيف يعني ضريتهم؟ ممكن الدواء اللي أنت أعطيتهم إياه أنت مش متأكد إذا إنه كويس أو لا، فممكن يضرهم، فأنت ما بينفع تقطع الدواء عنهم. فأحد أهم مشاكل الـ RCT اللي هي مشاكل الإيثيكال. تمام؟ طيب فشو الحل تبعك؟ الحل تبعك إنه بتجيب الجروب الأول بتنطيه الدواء القديم، والجروب الثاني بتعطيه الدواء القديم وبتضيف عليه الدواء الجديد، لأنه ما بينفع تقطع عنهم الدواء القديم المثبت إنه ممكن يفيدهم وإلخ إلخ إلخ، لأنك أنت قاعد بتراهن بحياتهم مشان بحث which is not ethical. تمام؟ أنا قاعد بنطيك خلاصة كل سلايد مشان ما نطول عليها. تمام؟ شو المشاكل اللي ممكن تواجهنا؟ أول إشي تحديد الأرمز أو ذا تريتمنت، إنك تحدد الدواء الجديد وبمين بدك تقارنه أصلاً. ثانياً إنك تحدد الكرايتيريا للمجرمنت. شو يعني الكرايتيريا للمجرمنت؟ إنه شو هي الأشياء أو الخطوات اللي بدي أمشي عليها مشان أقدر أو أعتبر إنه القياس تبعي صح. تبدأ من البدايات. من وين من البدايات؟ مش أنا قلت لك هذا بيلخص لك الـ RCT تقريباً. تبدأ من البدايات، مين الستادي بابليشن اللي اخترته؟ كيف قسمته؟ هل قسمتهم بالعدل والتساوي؟ على اي اساس قسمته؟ على اي اساس هذا مشى على النيو تريتمنت؟ على اي اساس هذا مشى على الكرنت تريتمنت؟ والخ الخ الخ. كل هاي الاشياء انا بعتبرها كرايتيريا للمانجمنت تاعيتي، كرايتيريا للمانجمنت تاعيتي. شو كمان اللي بيأثر لك على او مشاكل او اشياء لازم تنتبه لها؟ الديوريشن اوف ذا تريتمنت، لانه في بعض ادويه بدك تستناها كثير، فبعض الار سي تيز بتقعد سنين، يعني بحث يقعد سنين. تمام؟ وهذا بيأثر لك زي ما قلت لك على كم الدراسة راح تقعد. تمام؟ راح نفوت احنا هسا بتحديد كل وحدة غالبا، فراح نبلش أول وحدة في السلكشن اوف سبجكتس، مين اللي هم الناس اللي أنا بدي أختارهم؟ الناس اللي أنا بدي أختارهم مش أي حد أنا بقدر أختاره يكون بالدراسة، لازم أعتمد inclusion criteria، لازم أعتمد exclusion criteria. تمام؟ طيب لأنه يعني ليش الإشي هذا كثير صعب؟ لأنه غالباً الـ RCT أنت ما بتتعامل مع واحد ولا اثنين، أنت بتتعامل مع
مجموعات. ما بينفع تجيب معلومات مجموعات هيك بشكل مش منظم او بشكل مش سيستماتيك، لازم يكون في عندك انكلوجن كرايتيريا. شو يعني انكلوجن كرايتيريا؟ يعني الاسباب اللي بتخليك اشخاص معينين تحطهم جوا الدراسه، والاكسكلوجن كرايتيريا اسباب تخلي اشخاص معينين يطلعوا من الدراسه. هذول كلهم لازم انت تكون محددهم ومحدد انت مين اللي بدك اياهم بالضبط، تمام؟ فذي كرايتيريا فور فور ديترمايننج، يعني شو السلكشن اوف سبجكت، انك تحدد الكرايتيريا اللي راح تخليك تختار الناس اللي يكونوا او اللي ما يكونوا بالبحث، تمام؟ طيب قبل هاي، متى بتكون هاي الخطوه؟ بتكون قبل اصلا ما تبلش بالبحث كله، تمام؟ انا يا جماعه والله عارف معلومات المحاضره هاي شوي، يعني راح تسال حالك انه مش منطق، يعني وين المنطق فيها، او مش كمنطق اكيد سالت حالك سؤال انه المعلومات سهله، فبس مش عارف انت وين ممكن يجي السؤال، بتحسها كلها معلومات فهم. انا كل ما نمر على سؤال اجانا بالامتحان النظامي راح احكي لكم اجانا هون مشان تعرفوا طبيعة الاسئلة، وطبيعة الاسئلة بتيجي سهلة، تمام؟ طيب احنا قلنا شو عنوان المحاضرة؟ عنوان المحاضرة اسمه الار سي تي، الراندومايزد كلينيكال ترايل، تمام؟ اسمها راندومايزد كلينيكال ترايلز، تمام؟ طيب قلت لك شو احد فوائدها؟ مثلا انها بتخليك مثلا تدرس هل انه دواء جديد دخل السوق او لا، تمام؟ بدي اسالك سؤال، هل الطريقه الوحيده مشان اختبر انه دواء جديد فات السوق او لا بيكون عن طريق الار سي تي؟ لا، في عندي طرق ثانيه ولكنها زي ما قلت لك شوي بتكون ضعيفه، مش اللي اخذناهم من قبل، اشياء ثانيه، تمام؟ تمام. شو اللي بنسميهن هذول او تابعات تحت مصطلح شو؟ مصطلح without randomization. without كونه حكى لك without randomization، فاحنا بالسلايدات الستة او السبعة الجايات ما راح، احنا مش قاعدين بنحكي عن الراندومايزد كلينيكال ترايل، لانه من اسمها الراندومايزد كلينيكال ترايل فيها خطوة الراندومايزيشن اللي هي عملية التوزيع العشوائي. هذول الطرق اللي راح نحكي عنهم هون مشان مثلا نختبر اللي هي الطرق في توزيع السبجكتس، يعني الطرق كيف انك تقسم الناس لجروب A وجروب B، في طرق تستعملها راندومايزيشن زي الار سي تي، وفي طرق ما بتستعملها وهي اللي راح نحكي عنها هسه، تمام؟ تمام. اللي ما بتستعمل لهم راندومايزيشن هم بيقعوا تحت تو جروبس، يعني بيقعوا تحت مصطلحين، يعني حتى without randomization برضو بتقدر انت تفصل من النقطتين، يا اما without randomization without comparison أو without randomization with conversion. شو الفرق بيناتهم؟ الأولى إنه أنت ما عملت توزيع عشوائي ودراستك ما كانت مبنية على المقارنة، أما الثانية أنت ما عملت توزيع عشوائي زي الأولى ولكن دراستك كانت مبنية على المقارنة. مين الأقوى؟ أكيد إنه يكون في عندي conversion، دائما المقارنة بتنطيك نتائج أقوى. ليش؟ لأنه مثلا، لأنه دائما أنت لازم يكون في عندك معيار للحياة. تذكر مثلا بالفيزياء، بالفيزياء كان لازم يكون دائما في عندك نقطة مرجع مشان تقارن هل الإشي زاد أو قل بناء عليها. بينما تخيل جسم حار مرمي، على أي أساس بدك تحدد البعد تبعه إذا ما بدك تقارنه بنقطة ثانية، تمام؟ فدائما الكومبارجن بتنطيك نتائج دقيقة أكثر، تمام؟ الكومبارجن إلها أنواع رح نحكي عنها، تمام؟ رح نبلش بأول نوع اللي هو no randomization no comparison، يعني الثنتين no randomization no comparison. وانا قلت لك الكومباريجن والراندومايزيشن وجودهم بقوي البحث، بس احنا بدنا ناخذ كل الانواع. اول واحده no randomization no r no c، ما في عندي randomization ونوع وما في عندي comparison. بهذا النوع من الابحاث انا الجروبات ما بوزعها بشكل عشوائي، فبصير في عندي نوع من البايس، راح نحكي شو معنى بايس بعدين. وثالثا ما بعتمد على المقارنة، خلص باخذ المعلومة كما هي وما بقارنها مع كنترول جروب زي ما حكيت لكم قبل شوي، تمام؟ تمام. المشكلة هذا النوع من الأبحاث زي ما أنت متوقع، عدا عن إنه التوزيع تبعه مش عشوائي، اللي هي مشكلة إنه ما فيه كومبرجن، لأنه أنت لما لأنه الكومبرجن له أهمية كبيرة كثير، لأنه الكومبرجن هو اللي بيحدد لك العلاقات، يعني مشان أنت تحدد إنه في علاقة بين إشي وإشي معين لازم تقارنه بإشي ثاني، لازم تقارنه بإشي ثاني أنت عارف العلاقة بيناتهم. مثلا أنا عارف إنه العلاقة، أنا بعرف إنه في علاقة مثلا بين التلفون هذا وبين التلفون هذا، تمام؟ بعرف انه في علاقه بيناتهم. كيف بدي اعرف انه اذا في علاقه بين التلفون هذا والتلفون هذا، او شو مقدار قوه العلاقه اللي بيناتهم؟ بصير اقيس قديش قوه العلاقه اللي بين التلفون هذا والتلفون، بين الشيء هذا والتلفون، مع الشيء اللي انا اصلا عارفه اللي هو الكنترول جروب. فالكنترول جروب مهم، فالكنترول جروب هو عباره عن شيء بيقارن، يعني هو عباره عن شيء انت عارف نتائجه وعارف تاثيره
وانت بتستعمله في المقارنه. تمام؟ طيب، زي مثلا النقطه المرجعيه بالفيزياء، شو هي النقطه المرجعيه بالفيزياء؟ صفر. انت عارف صفر، انت عارف النقطه صفر كقيمه، انه قيمتها صفر، فاي شيء بدك تقارنه فيها بتصير تقول كم بعدها او قربها من النقطه صفر. تمام؟ طيب، فالمقارنة كثير مهمة. فأحد أهم سلبيات هذا النوع من الأبحاث إنه ما فيه كومبارجن. تمام؟ فما بتقدر تبني علاقة كوزل، ما بتقدر تبني علاقة كوزل ريليشن شيب بين الايفنتس وما بين الاوتكم. ما بتقدر تبني علاقة إنه هذا بيسبب هذا، لأنه زي ما قلت لك، ارمي نقطة بالفضاء، ارمي أي شيء بالفضاء، أو مثلا قول التدخين مثلا شو مبدأ العلاقات اللي هون، بدك تقول مثلا التدخين بعام 2019 عمل 4000 حالة وفاة وسكتت، شو استفدت؟ ما استفدت شيء. بينما لما بدك تضيف قصة المقارنة بتقول التدخين بعام 2019 عمل 4000 وفاة، بينما بال2018 مثلا عمل 3000 وفاة. فهون صار في عندك كومبارجن، انه التدخين تأثيره السلبي قاعد بيزيد. فهاي أهمية الكونفرجن. هذا النوع من الأبحاث ما بتقدر تبني علاقة بين التدخين وما بين عدد الناس اللي بموتوا، لأنه ما في عندك نقطة مرجع تقدر تحسب من خلال. تمام؟ تمام. هتقول لي حذيفة، طب شو فائدة النوع هذا من الأبحاث؟ يعني أنا ليش بستعمله؟ طالما إنه كله سيء وفيش له فوائد، أنا ليش بستعمله؟ بستعمله لما يكون أنا الحالات الموجودة عندي رير. شو يعني رير؟ يعني انا مثلا بدي اقول لك انا في عندي رير برين ديزيز، رير برين ديزيز حاله يلا موجود منها بالعالم 5 او 6، مين اللي بدك تعمل له كومبيرنج مع مين؟ لانه انت بالكومبيرنج احد اهم شروط الكومبيرنج انه الجروب الاول يكون مشابه لكل شيء تقريبا بالجروب الثاني الا في نقطه الانترفينشن. يعني انه الجروب الاول يكون نفس الجروب الثاني، ولكن الجروب الاول اخذ انترفينشن والجروب الثاني لا. صح؟ تمام. انت بالناس اللي عندهم برين ديزيز، لنفرض انهم 6 على مستوى العالم كله، مين بدك تقارنهم؟ ما في اصلا ناس تقارنهم فيهم. فالرير ديزيزز او السيرجيكال تكنيكس او هاي الاشياء اللي بتكون نادره او ما في منها رجعه، هاي ما بتقدر اصلا تبني بيناتهم كومباريجن، فبتستعمل هذا النوع من الدراسات. تمام؟ تمام. فمتى، مشان نعرف متى ممكن احنا نستعمل هذا النوع من الدراسات، انه نو راندومايزيشن نو كومباريجن، هذا سلايد بصمجة. تمام؟ سلايد بصمجة. زي ما قلت لك مثلا الرير ديزيز، الأمراض النادرة زي ما قلت لك، مثل الاس ام اي، مثل النيوزيرين، طبعا هذول ما يجونا بالامتحان يعني ولا واحدة منهم، بس تطلعوا عليهم الطلاع، لأنه موجود الحالات اللي بنستعملها مع أمثلة على كل واحدة فيهم. تمام؟ تمام. أو الإيرلي فيز ترايلز، الإيرلي فيز ترايلز اللي هي لما بدك مثلا تضيف دواء جديد على السوق، بدك تعرف كم الدوز المناسبة للشخص، كم لازم تعطيه دوز، كم الهالف لايف له، والى اخره الى اخره. هاي ما بتعتمد على المقارنه، هاي بتعتمد على استجابه الشخص للدواء نفسه، فتستعمل لهذا النوع من الابحاث. ethical consideration لما انت ما تقدر تعمل conversion لاسباب ethical، زي البريك ثرو كانسر تريتمنت. يعني الكانسر تريتمنت ما بتقدر تعمل conversion، ليش؟ للسبب اللي حكيت لك عنه فوق، لما قلت لك احد اسباب الار سي تي انه ما بتقدر مثلا ناس، مثال الضغط اللي انا قلت لك عنه فوق، انه ناس عندهم ضغط وناس ما عندهم ضغط، ما بيمنع، عفوا، ناس عندهم ضغط وتقسمهم مجموعين، مجموعتين، المجموعة الثانية قلنا انك مثلا ما بينفع تمنعهم عن الدواء. تمام؟ ما بينفع تمنعهم عن الدواء لانهم ممكن يموتوا، ونفس الاشي مرضى السرطان. فهذا احد يعني هذا احد الطرق لما يصير في عندك ethical consideration انك تستعمل. تمام؟ الاكسبلوراتوري ستاديز زي الفيزابيلتي ستادي للنيو سيرجيكال تكنيك، للنيو سيرجيكال تكنيك، الديسكريبتيف ستادي زي الرير جينيتيك ديس اوردر، او الايرلي ستيج اوف ريسيرش اللي هي المراحل البدائيه للريسيرش. كل هاي الاشياء بتقدر تربطها، هي سهله منطقيا انه اصلا ما بدها كومبرجن او ما بينفع فيها الكومبرجن، فبيستعمل لها هذا النوع من الدراسه. تمام؟ طيب، هيك خلصنا اول نوع اللي هي نو راندمايزيشن نو كومبرجن. هسه رح نفوت للنوع الثاني اللي هو نو راندمايزيشن with conversion، اللي هو هون. احنا هسه خلصنا هذا، ضل علينا هون من هذا السلايد. تمام؟ تمام. زي ما احنا شايفين ان النو راندومايزيشن with conversion هي عباره عن نوع من الابحاث ما فيه راندومايزيشن، فهو فيه نقطه ضعف، لان الراندومايزيشن هو نقطه قوه، التوزيع العشوائي نقطه قوه، راح نعرف ليش لبعدين. ولكنه فيه نقطه قوه هذا النوع من الابحاث انه with conversion، يعني فيه مقارنه في شيء كويس، فهو احسن من النوع الاول. تمام؟ الويد كومباريجن فيه له كثير امثله هذا النوع من الابحاث، يا اما هيستوريكال كنترولز او
السيميوليتينس نون راندمايزد كنترول، راح نمر على كل واحدة بشكل سريع. تمام، شو قصة الهيستوريكال كنترولز؟ الهيستوريكال كنترول أنا قلت لك على شو بيعتمد مبدأ الكومبرجل، أن يكون في عندك كنترول جروب ويكون في عندك الانترفينشن جروب. كنترول جروب اللي هو الجروب الأساسي اللي أنت عارف تأثيره سميناه فوق الكورنت تريتمنت، والجروب الثاني اللي أنت بتضيف على الانترفينشن الجديد. تمام، هذا النوع من الكومبرجل شو بيستعمل لك؟ بيستعمل لك هيستوريكال كنترول. شو يعني هيستوريكال كنترولز؟ يعني بياخذ كنترول من الماضي، من التاريخ. يعني مثلا واحد بروح يرجع لسجلات مستشفى، وكونه عارف نتائج المرضى تاعين سجلات المستشفى هذول، فبيخذهم ككنترول، بيخذهم ككنترول. تمام، فبيجي مثلا في عنده بالوقت الحالي 10 مرضى، بده يجرب عليهم مثلا 10 مرضى عندهم ضغط دم، بده يجرب عليهم دواء جديد. شو بيعمل بهذا النوع من الابحاث؟ بيجيب هذول العشر مرضى اللي بده يجرب عليهم دواء جديد، وبيأخذ تاريخ المرضي لعشر مرضى زمان زمان مش موجودين هسه عايشين، ممكن يكونوا عايشين ممكن لا، بس بيأخذ الداتا تاعيتهم من سجلات طبية من أي شيء، مرضى برضو ضغط وتعالجوا على علاج قديم والتأثير تبعهم بيكون موجود وكل شيء بيكون لهم موجود، وبيقارنهم باللي بده يدخل عليهم الدواء الجديد. تمام، يعني أنا في عندي لنفرض إنه هذا البريزنت يعني هذا الوقت الحالي، وهون الباست وهون الفيوتشر. تمام، الباحث وين؟ الباحث موجود عند هاي النقطة، الباحث عنده هون 10 أفراد عندهم ضغط دم بده يجرب عليهم نيو تريتمنت. تمام، ولكنه لسبب معين هسه رح نحكي متى بنستعمل الهيستوريكال كنترولز، ما بيقدر انه يقارنهم بناس برضه موجودين في هاي اللحظة. فشو بيعمل؟ بيرجع لسجلات قديمة لعشر أشخاص كان عندهم ضغط وجربوا دواء معين وشاف قديش تحسنوا عليه، فبصير يقارن التحسن اللي هون مقارنة بالتحسن اللي هون. تمام، فمشان هيك اسمها historical control. تمام، فهذا النوع من الأبحاث ممكن يبين لك إنه attractive وسيمبل، لأنه خلص معناته هو حل لك كل المشاكل. اي شيء اي دواء جديد بدك تقيسه خلص جيبه هسه مع سجلات ناس قديمه وقارن بيناتهم والامور عندك بسيطه. لكن شو المشكله؟ المشكله اللي موجوده بالهيستوريكال كنترولز اللي هي الفاليديتي. شو يعني الفاليديتي؟ يعني قديش السورس اللي انت بتاخذ منه ريلايبل او لا، يعني هل المصدر اللي انت بتاخذ منه معلوماته موثوقه اولا؟ هل بتقدر تعتمد فعلا على النتائج تاعيته؟ هاي اولا. ثانيا، انت الميجرمنتس اللي انت بدك تستعملها هسه هل استعملوها في الكنترولز الهيستوريكال؟ يعني هل الهيستوريكال كنترولز استعملوا لهم نفس الميجرمنت اللي انت استعملتها للناس اللي بدك تضيف عليهم النيو تريتمنت؟ يعني مثلا انت بالنيو تريتمنت استعملت ميجرمنت. شو يعني ميجرمنت؟ يعني طرق اختيار الناس او الطرق اللي بدها تمشي فيها التجربة، لأنه أنت الطرق اللي بدها تمشي فيها التجربة والتوقيت وكيفية اختيار الناس لازم تكون نفسها نفس الإشي اللي مشى عليه الكنترولز تاعين زمان. فلازم إنه الكنترولز اللي مشوا زمان يكونوا ماشيين بنفس الميثود، بنفس المجر، بنفس كل إشي. فهل أنت ضامن إنهم مشوا بهذا الإشي؟ هل المصدر تبعك موثوق؟ هون مشكلة الهيستوريكال كنترول. تمام؟ تمام. فأنا قلت لك إنه أول عائق، اول هون راح نحكي عن البروبلمز تاعت الهيستوريكال كنترول. اول عائق لإلهم اللي هو الكواليتي، عائق لإلهم اللي هو الكواليتي اوف ذا داتا كوليكشن بتكون كثير قليله، لانه انت ما بتوثق بالمصدر، سجلات قديمه اغلبها مهتريه. والشيء الثاني هذا طبعا بياثر لك على الكواليتي لإلها، فبيقول لك بالنهايه على اند اوف ذا ستادي راح تلاقي فرق ما بين الاوت كم اللي عند اللي موجودين بالهيستوريكال كنترولز والبيشنت اللي انت هسه قاعد بتدخل عليهم الدواء الجديد. ليش؟ لانه انت بس بنفس الوقت انت مش قادر تبني بيناتهم علاقه، لانك انت مش واثق من انه الكنترولز اللي انت اخذتهم من السجلات الطبيه هل فعلا المصدر موثوق او هل فعلا بيناسبك او لا. وهون بيقودنا للمشكله الثانيه بالهيستوريكال كنترولز، وهي تقريبا شرحت لك اياها، شيء بنسميه السيكولار تشينج. شو يعني السيكولار تشينج؟ انه البيئه اللي كانت محيطه بالناس زمان مش نفسها البيئه المحيطه بالناس هسه. فمثلا ناس كانوا ماشيين على دواء بال1990، تمام، جيبهم هسه مشيهم على نفس الدواء بال2020، نفس الناس ونفس الدواء، جيبهم مشيهم بال2020، هل راح يكون للدواء نفس التاثير؟ غالبا لا. ليش؟ لانه الانفايرمنت تبعهم اختلف،
1990 عن 2020، الايدج تبعهم اختلف، اي عامل ثاني محيط فيهم اختلف، وهذا احنا بنسميه السيكولار تشينج. السيكولار تشينج اللي هي التغيرات المتعلقه بالزمن، الانفايرمنتال ايج، اللايف كونديشنز، السبورتيف ثيرابي، النوتريشن، اللايف ستايل، كل هاي الاشياء بتاثر على كيفيه استجابه الاشخاص للادويه او استجابه الاشخاص للانترفينشن. فهاي احد معيقات الهيستوريكال كنترولز، لانه اذا ناس بال 1990 بدك تقيسهم زي نفس الناس الموجودين بال 2024 مثلا، ممكن يكون في فرق، تمام؟ فانت هذا كله لازم تحطه بالحسبان، تمام؟ بس ولكن متى الهيستوريكال كنترولز ار يوسفول؟ اذا عرفنا متى هم سيئات وشو المعيقات تاعتهم، لكنهم متى هم كويسات؟ كويسات لما مثلا بدك انت تستعمل دواء جديد، والدواء الجديد هذا لازم تستعمله ايرجنت، لانه حياه شخص مثلا على الحياه او موت. يعني لما انت مثلا في دواء جديد لازم تستعمله، لازم تجربه، وما لقيت قدامك الا الهيستوريكال كنترولز، اوكي اعملها. خصوصا هاي متى بيستعملوا الهيستوريكال كنترولز؟ بالحالات المستعجله والطارئه. ليش؟ لانه هي اسرع وحده فيهم. يعني حد يقول لي ليش ما بيستعملوا مثلا الار سي تي؟ قلت لك الار سي تي ممكن تطول كثير. الهيستوريكال كنترولز هي سريعه. ليش؟ لانه انت الكنترول تبعك معلومات اوريدي موجوده، في شيء بدك تعمله، بس بدك تضيف الانترفينشن على الناس الموجودين عندك هسه، تشوف التاثير وتقارنه بالماضي فقط. فهاي الاشياء. انطيني يا حذيفه اذا جاب لك بالامتحان الدكتور، طبعا السلايد هذا كثير مهم، امثله على ادويه اكتشفت او تم تطبيقها باستعمال طريقه الهيستوريكال كنترولز، اللي هي الانسولين او التي كي ار او التي كي اي اللي هي تايروزين كايناز انهبيتور، تمام؟ طيب هيك احنا خلصنا اول واحده من النون راندومايزد كومباربل. ظل في نوع ثاني بس راح اشوف شغله وارجع لكم ان شاء الله، تمام؟ ارتاحوا شوي، اشربوا لكم مي وتعالوا. طيب طيب اوكي، اذا احنا شو اخذنا لحد هسه؟ احنا حاليا ماشيين بالترتيب، بلشنا بالنون راندومايزد، قلنا نون راندومايزد نقدر نصنفهم لتصنيفين، التصنيف الاول اللي ما فيها كومبارجن، والتصنيف الثاني اللي فيها كومبارجن. اخذنا عن اللي ما فيها كومبارجن، اما اللي فيها كومبارجن قلنا هم في عليهم مثالين، الهيستوريكال ريكوردز وخلصنا الحكي عنها. هسه راح نروح لمين؟ النوع الثاني والاخير وهو السيمولتينس نون راندومايزد كنترول، تمام؟ السيمولتينس نون راندومايزد كنترول. بس ويت شوي، كيف هسه رح نروح للنوع الثاني من الكومباريجن بالنون راندومايزد وهو السيمولتينس نون راندومايزد كنترول. شو قصة هذول الاشي؟ هن عبارة عن number of possible approaches for selecting controls in such non-randomized fashion. شو قصتهم هذول؟ قصتهم هذول اوكي فيهم كنترول، وقصتهم انه مش مثل الهيستوريكال ريكوردز، لا هم في عندي كنترول جروب وفي عندي الانترفينشنال جروب، زي مبدا الار سي تي بالضبط، وكلاهما بالوقت الحاضر وكلاهما بتعطيهم التريتمنت بالوقت الحاضر. لكن ليش ما هاي، ليش هاي او شو بتختلف هاي عن الار سي تي؟ شو بتختلف هاي عن الار سي تي؟ تختلف هاي عن الار سي تي ببساطه انها نون راندومايزد. شو يعني نون راندومايزد؟ زي اللي قبلها بس كيف نون راندومايزد؟ نون راندومايزد بانه بتحدد طريقه ثابته التوزيع. كيف يعني بتعتمد طريقة ثابتة للتوزيع؟ هسا بالراندومايز لما بدنا نعمل توزيع عشوائي، أنا ما في عندي طريقة ثابتة للتوزيع، في عندي أساسات صح ورح نحكي عنها بعدين، بس ما في عندي طريقة ثابتة للتوزيع. يعني مش مثلا بقول إيه الجرش مثلا دخل، إيه الجرش مثلا بدي إياهم يكونوا كنترول، إيه الإربد بدي إياهم يكونوا مثلا انترفنشنال، إيه الرمثة كذا وكذا، تمام؟ راندومايز ما فيه زي هيك، اما هاي فيها زي هيك. مشان هيك هي تعتبر نون راندومايز، لانه هاي بطلت اختيار عشوائي، صار اختيارا بناء على شيء انا بعرف. اهم مثال عليها في طريقه الاختيار شيء بنسميه داي اوف ذا مانث ميثود. شو يعني داي اوف ذا مانث ميثود؟ يعني مثلا بيجي بقول لك الباحث انا بدي الايام الفرديه من الشهر، يعني 1 و3 و5 و7 لحد 29 يكونوا تاعين الكنترول، والارقام الزوجيه يكونوا تاعين مين؟ تاعين الانترفنشنال جروب. فهي نون راندومايزد. ليش؟ هتقول لي حذيفه طب ما هو ما بيعرف مين حيجي بهذا اليوم ومين حيجي بهذا اليوم. هقول لك لا، ما بيعرف مين حيجي، بس هو قاعد بيفحص، عارف هو لمين قاعد بيفحص. مثلا هو قاعد بيفحص بيوم 27، هو عارف انه يوم 27
في الكنترول جروب، فهو عارف كل اللي اجوا كنترول جروب، اجى بيوم 28 كذا، فمشان هيك يسميناها نون راندمايزد كنترولز. تمام، السبب قلت لك شو المشكله تاعتها، انه الاساينمنت سيستم تبعها بريدكتبل، انه الشيء متوقع، انه الايام الفرديه كذا، الايام الزوجيه كذا. تمام، طيب اوكي فهمتهم لحد هسه. انا بدي افتح البيت مشان انه تكونوا فاهمين الاشي، لانه مشان هسه رح نروح لموضوع المحاضره اللي هو الار سي تي. احنا لحد هسه ما فتنا بالار سي تي، هذا كله كان اشياء هاك فراطه، فخليني بس افتح البينت بس مشان اوضح لكم الاشي. تمام، طيب انا في عندي طرق لتوزيع العينات او لاختبار اشي جديد. تمام، الطرق هاي بتعتمد يا اما انها تكون راندومايز، انا بس بدي الخص لكم اللي اخذناه بشكل سريع، يا اما انها تكون راندومايز وهو اللي احنا حكينا عنه الار سي تي راندومايز، او انها تكون نون راندومايز يعني مش توزيع عشوائي، وانا راح ارمز لها بان ار يعني نون راندومايز. تمام، النون راندومايز قلنا بنقسمها لنوعين، اللي فيها كومبرجن او النو كومبرجن. النو كومبرجن اللي فيها كومبرجن برضه قلنا هي نوعين، فيها الهيستوريكال ريكوردز اللي بحرف الاتش، او السيميوليتي نص هاي اللي هسه اخذناها راح نرمز لها بحرف الاس. تمام، شو احنا لحد هسه بالمحاضره اخذنا هذا الجزء. تمام، هذا الجزء شو قلنا سيئته؟ سيئته الاولى اولا انه نون راندمايز، لانه انا دائما الافضل يكون الاشي راندمايز مشان ما يكون في عندي بايس. تمام، نروح للانواع اللي تحتها. النون اللي ما فيها كومبيرنج، قلنا اللي ما فيها كومبيرنج، النون اللي ما فيها كومبيرنج بالنون راندومايز، قلنا شو مشكلتها؟ مشكلتها انه الكومبيرنج هو إشي مهم انا عندي مشان اضمن انه الستاتستيكال باور تاعيتي قويه، فالنون كومبيرنج عامل ضعف. لكن متى ممكن استعمل هاي؟ اللي هو سلايد البصمج اللي قلت لكم عنه، بالرير ديزيز، بالاختبار دواء جديد، اختبار كذا 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 والى اخره. تمام، حكينا عنه. اما الكومبارابل قلنا هم نوعين، يا اما الهيستوريكال ريكوردز او السيميوليتنس. الهيستوريكال ريكوردز قلت لك انت بتاخذ الهيستوريكال، عفوا الهيستوريكال كنترول، هيستوريكال كنترول شو قصتها؟ انت بتجيب ناس حاليين بتختبر عليهم المرض، بتختبر عليهم الانترفنشن الجديد، وبتقارنهم مع مين كونها كومبارابل؟ بتقارنهم مع ناس موجودين بالماضي. تمام، قارنهم مع ناس موجودين بالماضي، هذول الناس الموجودين بالماضي لهم هيستوريكال، وانت بتقارن هاي الحاجة. تمام، مشكلتها زي ما حكينا عنها قصة التايم، ان هاي الساكيولر اشي كذا كذا، والمشاكل اللي حكينا عنها. تمام، حكينا متى بنستعملهم؟ لما احنا بحاجة دواء ايرجنت. اهم امثلة عليهن الانسولين والبنسلين والتي كي اي اللي هي الثايروزين كايناز انهبيتور. اما السيميوليتنس قلت لك هاي تقريبا تشبه الار سي تي لحد كبير، لكن شو الاختلاف؟ انها نون راندومايزد. كيف نون راندومايز؟ بتستعمل داي اوف مانث. الداي اوف مانث مش شيء كويس لانه قلت لك بريدكتبل. هسه احنا راح نفوت بالار سي تي. الار سي تي شو له خواص؟ له خواص اولا انه راندومايزد، ثانيا بينطيك خاصيه الكومبرجن، فمشان هيك الار سي تي كثير قوي. تمام، وايد قوي. طيب راندومايزيشن از ذا بيست ابروش ان ذا ديزاين اوف ذا ترايل، قلت لك هو افضل، يعني الراندومايزيشن هذا هو احسن من باقي الانواع الثانيه كلها. تمام، شو معنى راندومايزيشن؟ راندومايزيشن معناته انه انت بتختار بشكل عشوائي، مش راح افوت كثير بالتفاصيل. كيف ممكن احنا نعمل راندومايزيشن؟ هتقول لي حذيفه طيب انا في عندي 100 شخص، كيف بدي اقسمهم 50 ل 50 بشكل راندوم؟ يا اما في عندك تطبيقات كمبيوتريه بتعملها، او مانيوال. مانيوال يعني بتسمي الناس رموز بتصير توزعهم انت بحد ذاتك، بس ما حداش بيستعمل مانيوال، احنا غالبا بنستعمل كمبيوتر. تمام، كيف مبدا الراندومايزد اذا بدنا نفرق بينه وبين النون راندومايزد؟ لنفرض انه انا بدي اقسم، في عندي جروب فيه 2000 واحد، وبدي اقسمهم ل اللهم صل على سيدنا محمد. طيب وبدي اقسم، بس شلون طبعا الاسرق. طيب في عندي جروب فيه 2000 واحد، هذا الجروب اللي فيه 2000 واحد 1300 منهم عندهم ما عندهم أريثمية، يعني ما عندهم مرض بالقلب، 700 منهم عندهم أريثمية. تمام، فهذول الناس أنا بدي أقسمهم على جروبين. خلينا نمشي بسيناريو إن نعمل لهم راندومايزيشن، ونمشيهم بسيناريو إنه ما عندهم راندومايزيشن. شو القصة راح تصير معي؟ لما ما بدنا نعمل لهم راندومايزيشن زي اللي حكينا عنهم الحالات عيد قبل شوي، هذول 1300 ما عندهم أريثمية، 700 عندهم أريثمية. فلما بدك تيجي توزعهم لجروبين، الجروب الأول
كان فيه 500 عندهم و500 ما عندهم، الجروب الثاني 200 عندهم و800 ما عندهم. فالنتائج اللي عندك قصة الدث وهاي الأشياء مش كثير مهمة، بس المقصد اللي بدي وصل اللي هو بدي يوصل لك إياه هون، النتائج اللي بتطلع لإلهم مش حقيقية ومش صحيحة ولا يمكن الأخذ بها. ليش؟ لأنه نسبة الناس اللي عندهم أريتمية هون مش نفس نسبة الناس اللي عندهم أريتمية هون. أنت مشان تقارن بين جروبين لازم يكون خواصهم متشابهة، تمام؟ بينما لما بدك تعمل راندومايزيشن، لما بدك تعمل راندومايزيشن مثلا باستعمال تقنيات الحاسوب، بتقول للكمبيوتر انا عندي عينه فيها 2000، 1300 منهم ما عندهم اريتميه، 700 عندهم اريتميه، بدي اياك تقسم لي اياهم بالتساوي ولكن بشكل راندوم، بالتساوي لكن بشكل راندوم. فلاحظ لما قسمهم لجروبين، الجروب الاول 350 عندهم، 650 ما عندهم، الجروب الثاني نفس الشيء، حصلوا نتائج حقيقيه. فلاحظ كم طلع التوتال ديث هون بالجروب الاول 240، لما حطيت لهم يعني الجروب الاول اللي هون حطيت لهم انترفينشن، الجروب الثاني ما حطيت لهم انترفينشن. فالجروب اللي حطيت لهم انترفينشن براندومايزد كم مات منهم؟ 240. الجروب اللي ما حطيت لهم انترفنشن كم مات منهم؟ 240. معناته على شو بده يدلنا هاي النتائج؟ بده يدلنا هاي النتائج انه الانترفنشن تبعي مش مفيد، ما فادني وما اثر على الديث ريت. اذا بدك تقارن نفس النتائج بالنان راندومايز، شو طلعت النسب؟ 180 300. لاحظ هون الانترفنشن قلل الديث، هل هون بقدر اقول انه الانترفنشن كويس؟ لا. ليش؟ لانه طريقة التوزيع ما كانت راندوم، فلا يمكن الاخذ بالنتائج، وهذا هو المبدأ تبعنا، تمام؟ طيب، وهذا كله شرح للإشي اللي فوق. طيب انا شو الهدف من الراندومايزيشن تبعي؟ في له كثير اهداف ومنطقيه. اول واحده امنع اني بوتنشيال بايس. شو يعني امنع اي بوتنشيال بايس؟ بايس معناها انحياز، بوتنشيال بايس اي انحياز ممكن. شو الانحياز؟ مثلا انحياز هو عباره عن انه انت او المريض يعرف باللي قاعد بصير، لانه المفروض ما تعرف. شو قصدي بانه ما تعرف؟ انت كواحد بده يجي يحلل هاي الاشياء، انت مش المفروض تعرف انه هذا الشخص اللي انت هسه بدك تشوفه عنده المرض او لا، او ما او اخذ الانترفنشن او لا. ليش؟ مشان لنفرض انه انت صاحب بحث وبدك تثبت البحث تبعك، فشو بدك تصير تعمل؟ بدك تصير منحاز انه فعلا البحث تبعك والانترفنشن تبعك قلل من الدث، تمام؟ فمشان هيك ما بينفع. هاي فائدة الراندومايزيشن، بيمنع البايس، بيمنع التحيز، تمام؟ وحتى على مستوى المرضى ممكن تكون انت متفق مع مرضى، والمرضى اللي اخذهم انترفنشن مثلا يصيروا يعملوا اعراض اقل او ما يقولوا عن اشياء معينه، فنفس الشيء، تمام؟ ثاني شيء، فائده الراندومايزيشن بيزيد من الكومبيرابيلتي. انا قلت لك المقارنه بين المجموعات جدا مهمه، جدا جدا كثير مهمه، انك تقارن هاي المجموعه، المجموعه الانترفنشنال مع مجموعه الكنترول، المجموعه الثابته اللي انت عارف النتائج تبعها، كثير مهم، تمام؟ فهو بيزيد من الكومباربيلتي، هو بيزيد منها بس ما بيضمنها. هاي معلومة كثير مهم تعرفها، بيزيد منها بس ما بيضمنها. شو معنى هذا الإشي؟ مش مهم، بس ممكن تيجي كسؤال، تمام؟ ثالث إشي، في variables نقدر إنه بال to whatever extent randomization contribute to comparability, this contribution applies both to variables we can measure and the variables that we cannot measure. هسا شو قصة ال variables وكيف بدك تربط هي ال variables؟ اللي هي الأشياء التي تتمتع فيها المجموعات والتي بيختلفوا فيها بين الفرد وبين الفرد الثاني. شو هم؟ مثلا ال age، مثلا السكس، انه ميل ولا فيميل، الايج كبير ولا صغير، مثلا يوروب يوروبيان ولا ميدل ايست، انديان، بلاك اور وايت، كذا. هاي احنا بنسميها فاريبلز اختلافات. هاي الفاريبلز في منها اشياء بنعرفها زي اللي قلت لك اياها هسه، في اشياء ما بنعرفها زي الاختلاف الجيني. الراندومايزيشن ممكن انه يساعد بهذا الاشي، يعني هاي احد فوائده فيها، تمام؟ بلا تفاصيل، تمام؟ طيب، ومن وراء هاي القصة راح يطلع عندنا مفهوم اسمه الستراتيفايد راندومايزيشن. ستراتيفايد راندومايزيشن، أنا بدي إياك ترجع لهذا الشكل، هذا اللي إحنا كنا نشرح عليه هون. قلنا الراندومايزيشن أمورها أحسن وكل إشي، بس بدي إياك تتخيل إنه مش إحنا قسمناهم 650 350 650 350، بدي إياك تتخيل إنه عدد اللي عمرهم فوق الـ60 هون عددهم مثلا 600 من أصل 1000، هون عددهم 100. هل هذا الإشي عادل؟ لا. ليش؟ لأنه ما هو العمر variable ممكن يأثر على الدث، ممكن يأثر على حالة الأريثمية، ممكن يأثر على الانترفنشن. هاي أولا. ثانيا،
لنفرض انه هون مثلا عدد الميلز كانت نسبتهم 60%، هون عدد الميلز كانت نسبتهم 30%، في فرق واضح بالميلز. الميلز اكثر عرضه لانه يصيبهم اريتميا، لانه higher rates of smoking والخ الخ الخ. فحتى الار سي تي بهاي الصيغه البسيطه للار سي تي، تمام؟ يعني هذا المثال الموجود هون هو مثال بسيط، احنا راح نبلش كيف ممكن نطور الار سي تي ونخليه more representative. فشو ممكن نعمل بالار سي تي؟ ممكن نصير برضه نصنف الناس ونضيف الفاريبلز اللي ممكن تاثر عليها. شو بنسمي هاي العمليه؟ بنسمي هاي العمليه stratification of randomization. شو يعني stratification؟ يعني عمليه إشباع. شو يعني إشباع؟ يعني مثلا باجي أقول هذول 1300 وهذول 700، باجي أقول مثلا هذول 1300 في منهم فوق الستين عددهم كذا وتحت الستين عددهم كذا، 700 هذول نفس الإشي، تمام؟ هذا أول variable أنا قسمت بناء عليه. ثاني variable بدي أقسم بناء عليه شو هو؟ مثلا الميل والفيميل، بقول هون عدد الميلز هيك، هون عدد الفيميلز هيك، هون عدد الميلز هيك، هون عدد الفيميلز هيك. وقتها بدخل الاشي هذا للبرنامج الكمبيوتر اللي بده يعمل لي راندومايزيشن، فالبرنامج بصير وزنيهم بالتساوي. فالبرنامج شو بصير تأثيره؟ انه عدد اللي اعمارهم فوق الستين هون نفسهم اللي هون، عدد اللي اعمارهم عدد نسبة الميلز هون نفسها هون، وهكذا. هاي اسمها ستراتيفيكيشن. شو يعني ستراتيفيكيشن؟ انك تضيف فاريبلز تساعد في عملية الراندومايزيشن، تمام؟ هذا اسمه ستراتيفايد راندومايزيشن. مثال تقدر الايج والجندر زي ما شرحت لك، تمام؟ طيب هذا كله مش مهم. طيب هاي مثال على الاستراتيفايد راندومايزيشن انا قلت لك عنه. لنفرض انا عندي 1000 بيشنتس، 1000 بيشنت هذول بدي اقسمهم لمجموعتين 500 ب 500. كيف بدك تقسمهم بناء على ار سي تي بناء على استراتيفايد راندومايزيشن؟ وبدك تختار تو فاريبلز، لانه استراتيفايد راندومايزيشن معناته انا بدي اختار فاريبلز اقسمهم بناء عليها. بهذا المثال انا بدي اقسمهم بناء على السكس، يعني بناء على ميل فيميل وبناء على العمر، تمام؟ فشو اجى عمل اول شيء؟ اول شيء قسمهم بناء على السكس. ال 1000 هذول 600 ميلز و400 فيميلز، تمام؟ رجع ال 600 هذول لشو قسمهم؟ قسمهم للايدج تبعهم، مين فيهم صغير طلع عددهم 360 ناقص 600، ومين منهم كبير طلع عددهم 240، وهذول الفيميلز برضو قسمهم. فهيك انت كم جروب صار في عندك؟ صار في عندك 4 جروبس. الجروب الاول اللي هو جروب A young males، الجروب الثاني old males، الجروب الثالث young females، والجروب الرابع old females. انت هون شو بتعمل لما توصل لهاي النقطة وتحط كل الفاريبلز تاعونك؟ وقتها شو بتعمل؟ بتعمل الراندومايزيشن تبعك، بتدخل على البرنامج بتحكي له انا عندي هاي البيانات younger males، هاي بيانات older males، الخ الخ الخ، وزعل لي اياهم بالتساوي لكن بشكل راندوم، وزعل لي اياهم بالتساوي لكن بشكل راندوم. فلاحظ بالمجموعة الأولى بالمجموعة A اللي بدنا نعطيهم التريتمنت، أخذ نص هذول، أخذ نص هذول، أخذ نص هذول، وأخذ نص هذول. والمجموعة الثانية أخذ الانصاص الثاني منها كلها. فهيك قسم كل شيء حسب الفاريبلز اللي ممكن تأثير على البحث تبعك. المجموعة الأولى أعطاهم النيو تريتمنت، المجموعة الثانية أعطاهم الكرنت تريتمنت. وهيك شو هو ضمن؟ ضمن إنه الفاريبلز ما راح تأثر وما راح تضر لي البحث تبعي، لأنه أنا قسمتهم بالتساوي، تمام؟ فهمتها؟ هاي كثير مهمة يعني. طيب الداتا كولكشن اون سبجكت، هسا كيف بدك تجمع المعلومات من الناس؟ كيف بدك تجمع المعلومات من الناس؟ تمام؟ مش مهم يعني كثير. شو ال variables about which data need to be obtained on the subject؟ شو الأشياء اللي ممكن تجمعها من الناس؟ شو المعلومات اللي أنت بدك إياها من الناس؟ بدك تعرف ال treatment، ال treatment تبعهم، هل بأخذوا ال treatment كويس؟ هل هم ملتزمين فيه؟ وإلى آخره. ال outcome اللي طالع على هذول المرضى، ال outcomes اللي طالع على هذول النتائج، أنا جربت treatment فأنا شو بدي بالأخير؟ بدي أشوف شو النتيجة صارت لهي ال treatment وأقارنه بالنتائج الأصلية. بدي اشوف البروجينستيك بروفايل ات انتري. شو يعني البروجينستيك بروفايل؟ البروجينستيك بروفايل اللي هو كيف اتطورت حاله المريض اثناء وهو ماشي على التريتمنت، تمام؟ والشيء الاخير اللي بدي اعرف المعلومات اللي الشيء بنسميه الماسكينج او البلاندنج وراح نحكي عنه، تمام؟ اذا شو المعلومات اللي انا بحاجه اعرفها خلال البحث؟ اول شيء التريتمنت، هل التزم فيه المريض؟ ما التزم فيه المريض؟ قال لي ما قال لي ولازم اضل متابعه. ثانيا النتيجة، يعني أول إشي البداية الدواء، ثاني الدواء، ثاني إشي النتيجة اللي هي الـ outcome، ثالث إشي اللي هي الـ progenistic profile إنه كيف اتطورت حالته خلاله لازم نرجع له، والإشي الرابع اللي هو الـ blinding أو الماسكينج راح نحكي عنه كمان شوي، تمام؟ راح نمر عليهم واحدة واحدة.
أول واحدة اللي هو التريتمنت، هل هو assigned ولا received؟ تمام. طيب which treatment group the patient was assigned, which therapy is received؟ تمام. شو معنى هذا الإشي؟ أنا لازم أعرف هسه، أنا لما أقسم مجموعات ل A و B، تنساش أن أنت بتتعامل مع بني أدمين، ومرات البني أدمين يا إما بيغلطوا بدون قصد أو بيغلطوا مع قصد مشان يخرب الدراسة. فأنت مثلا لما تقسمهم مثلا لهاي المجموعات، تمام، هذا لهون ولهون، انت هذا انت شو بتسميه؟ انت هذا بتسميه assigned treatment. انت كلفت هذول انهم ياخذوا الدواء الجديد، وكلفت هذول انهم يظلوا على الدواء الحالي، هذا اسمه assigned، يعني كلفتهم. شو معنى received؟ received انه بدك تضمن انه ال 500 اللي كلفتهم بهذول اخذوا فعلا الدواء، وال 500 اللي كانوا على الدواء القديم ظلوا فعلا على الدواء القديم، ما بدك يصير تشابك. يعني ممكن شو ناس من هون بدون ما انت تعرف، او حتى تعرف بعدين مستقبلا، تلاقيهم باخذوا من الكرنت، تمام. فهذا ما هذا الفرق ما بين الاسايند والريسيفد. الاسايند اللي هي اللي انت تقسيمتك لهم كيف كانت، هذول ياخذوا هذول ما ياخذوا، الريسيفد تتاكد انهم فعلا هذول اخذوا هذول ما اخذوا، تمام. طيب الباقي معلومات يعني كذا. طيب it is important to know that the patient has assigned to receive the treatment A but did not comply. معنى الكومبلاينس راح نحكي عنه كمان شوي، تمام. ممكن بيشنت يقبل انه يصير له راندومايزد بعدين يبطل، يعني ممكن في مريض تقول له اخذ دواء وما ياخذ، وممكن في مريض تعمل له راندومايزيشن، بالراندومايزيشن يطلع بالمجموعة الجروب اللي ياخذ نيو تريتمنت، واخر شيء يقول لك لا انا بدي بالدواء هذا. هذا كله لازم انت تحسبه بالحسبان وتحطه ضمن بحثك وتحطه بالداتا تاعيتك، تمام. طيب ثاني إشي راح حكينا عنه اللي هو الاوتكم اللي هو النتيجة. بدك تعرف انه النتيجة اللي طلعت معك هون، انت هسه هذول اعطيتهم تريتمنت، انت هذول اعطيتهم تريتمنت، تمام، لنيو تريتمنت، اعطيتهم نيو تريتمنت، هذول مش على كرد تريتمنت. الاوتكمز اللي بالنتائج اللي هي اللي انت اللي قاعد بتستنى فيه النتيجه اللي بدك اياها، انت حصلت هون نتيجه وحصلت هون نتيجه، بعدين بدك تقارن بيناتهم. مشان هيك هون شو كاتب لك؟ انه انت بالاخير بدك comparable measurements in all study groups true for the measuring the outcomes. يعني انت بدك measurements حقيقيه تقيس لك الاوتكمز، يعني طرق قياس النتيجة لازم تكون صحيحة. معلومة مش مهمة، يعني أغلب المعلومات اللي بتنحكى مش مهمة، بس إنه لازم أشرحها، تمام. such measurements include both improvement and any side effect that may appear. يعني الـ outcomes هاي ممكن تشمل يا إما تحسن في حالة الشخص بالأخير، أو إنه صابه side effect، تمام. طيب the potential benefit of outcomes being measured more carefully and those receiving new drugs than in those receiving currently available must be avoided. يعني هون بيقول لك عن أحد أنواع البيس اللي ممكن تصيب الباحث. ممكن الباحث بلا قصد يصير يركز على الأوتكمز للناس اللي ماشيين على الدواء الجديد، وينسى الأوتكمز أو يقل اهتمامه بالناس اللي ماشيين على الدواء القديم، وهذا غلط ولازم إحنا نبتعد عنه. شو طرق الحل لهذا الإشي؟ البلايندينج راح نحكي عنه كمان شوي، تمام. طيب قبل ما نروح للبلايندينج أو للإشي اللي بعده، فلازم نحكي عن مفهوم اللي هو الـ All Cause Mortality Outcome أو الـ Public Health Outcome، تمام. طيب الـ All Cause Mortality نفس مفهوم الـ Overall Mortality، نفس مفهوم الـ Public Health Outcome، بس اللي بدك تعرف الفرق بيناتهم. شو الفرق بيناتهم؟ في عندك مصطلحين لازم تفرق بيناتهم. أول واحد اسمه Disease Specific Mortality أو الـ All Cause Mortality. الاول كوز مورتاليتي نفس يعني نفسها كل هاي التسميه، تمام. طيب شو الفرق بيناتهم؟ الديزيز سبيسيفيك مورتاليتي، مورتاليتي معناها عدد الوفيات، تمام، او نسبه الوفيات. ديزيز سبيسيفيك مورتاليتي تحكي لك ضمن هذا المجتمع، لنفرض مثلا هذا مجتمع فيه مجموعه من الامراض، المجموعه الامراض هاي بتموت، تمام، يعني المورتاليتي لها رقم مورتاليتي معين. الديزيز سبيسيفيك بيقول لك انه مثلا هذا مرض مثلا إله ديزيز سبيسيفيك مورتاليتي معين، يعني مثلا زي ما تقول إله رقم معين، يعني انت قاعد بتحسب المورتاليتي للمرض هذا تحديدا، هذا اسمه ديزيز سبيسيفيك مورتاليتي. بينما الاول كوز مورتاليتي انت قاعد بتقيس المورتاليتي للمجتمع بكل الاسباب اللي ممكن تعمل مورتاليتي، تمام. فالاول كوز مورتاليتي هي الشيء الكبير. فمثلا شو أهم مثال عليها؟ اللي هو الكوفيد 19. أنا رايحكم من إنكم ما تقرأوا هذا الإشي يعني، بس بدي أوضح لكم مثال. لما وزعوا الفاكسينيشن تبع فايزر أو موديرنا أو هاي الفاكسينز، لاحظوا إنه
لاحظوا انه الديزيز سبيسيفيك مورتاليتي قلت. شو يعني سبيسيفيك مورتاليتي قلت؟ يعني انه حالات الوفاه الناتجه عن كورونا قلت، هاي ديزيز سبيسيفيك مورتاليتي، تمام؟ قلت فعلا لما اعطينا اللقاح، لكن وجدوا انه الاول كوز مورتاليتي يعني نسبه الوفاه بالمجتمع ككل ما تغيرت، تمام؟ ليش هيك؟ حتقول لي حذيفه، ما هو المجتمع كامل، فالمفروض اذا قلت نسبه الوفاه هون خلاص تقل نسبة الوفاة في كل المجتمع بكل الأسباب، كونه هي علاقة صم، علاقة جمع. أقول لك لا، لأنه ممكن الفايزر أو ممكن عفوا الفاكسينيشن، كمثال مش كإشي واقعي، ممكن الفاكسينيشن اللي أخذوه هذا الناس يعمل لي أوتكمز ثانية يزيد لي من المورتيلتي لمرض ثاني، فممكن نسبة الموت من كورونا خفت لكن نسبة الموت من أشياء ثانية زادت. فمشان هيك هذا الفرق بين ديزيز سبيسيفيك مورتيلتي والأول كوز مورتيلتي. طيب حكينا اذا اول شيء عن التريتمنت، هاي المعلومات اللي لازم تجمعها من المريض في الار سي تي. التريتمنت اللي هي الريسيفد والاسايند وفرق بيناتهم، الاوت كمز حكينا عنهم وحكينا عن الفرق بين الاول كوز مورتاليتي والسبيسيفيك كوز مورتاليتي. ثالث شيء راح نحكي عن البروجنستيك بروفايل ات انتري، وقلت لك هي طريقه تطور الحاله الصحيه للشخص طول الهاي، تمام؟ If we know the risk factor for a bad outcome, we want to verify that randomization has provided reasonable similarity between the two groups in terms of risk factors. تذكر المعلومة اللي قلت لك عنها فوق، قصة ال stratification of randomization، إنه قصة ال age وال gender إنه لازم توزعهم بشكل تساوي. برضه في عندك variables ثانية غير ال age وال gender ومهم كثير تنتبه لها، وهي ال risk factor. شو يعني ال risk factor؟ يعني أنت قاعد بتدرس شخص randomization وبدك تشوف بموته بالأخير أو لا، ومنتشر عند هذا الاشخاص ريسك فاكتور معين، لنفرض انه مثلا وجع في القلب او امراض قلب، تمام؟ هذا الريسك فاكتور يعتبر فاريبل ولازم يتوزع بين المجموعتين. فمثلا ما بنفع مجموعه ايه تحط فيها كلهم ناس عندهم امراض قلب وهون ما فيهم ولا واحد امراض قلب، لا لازم توزعهم برضه نص بنص، وهذا هو قلبهم هون، تمام؟ نفس اللي حكينا عنه فوق قصه الفاريبلز وكيف تعمل ستراتيفيكيشن، نفس الاشي، تمام؟ طيب data for the prognostic factor should be obtained at the time of entry into the study and then the two groups can be compared in this factor at baseline before the treatment is provided. هون شو بيقول لك؟ بيقول لك انه انت متى بتبلش هاي العملية؟ متى بتبلش تجمع منهم الداتا للبروجنستيك فاكتور ات انتري؟ هي تحديدا ات انتري، يعني بيقول لك اول ما يدخل البحث، اول ما تجيب الجروبين، تمام؟ شو بتعمل؟ بتدخلهم وبتجمع منهم معلومات حالتهم الصحيه اول ما تعطي هذا النيو تريتمنت واول ما تعطي هذا الكرنت تريتمنت ات انتري. ات انتري يعني اول ما يبلش البحث تجمعهم وبتقارنهم مع بعض، فلازم ببدايه البحث تقارنهم مع بعض مشان بنهايه البحث تقارنهم مع بعض وتقارن المقارنات كلها هاي مع بعض، تمام؟ برضه استراتيجي ثاني مشان تعمل ايفالويشن، انك تعمل اكزامينيشن للاوتكم توتالي انريليتد تو ذا تريتمنت ذات از بينج ايفالويتد. يعني هون في الثلاث طرق هون قاعد بينطيك طرق مختلفة لكيف ممكن تعمل evaluating للتري evaluating للاوتكم. يا إما الاوتكم بتقيسه كعامل منفصل على التريتمنت، خلص جروب A وجروب B هذول مات منهم هذا قلد وهذا مات منهم اليد وبتقارنهم مع بعض، أو بتقارن الاوتكم هون مع الاوتكم هون والريسك فاكتور during the entry هون والريسك فاكتور during the entry هون وبتقارنهم مع بعض، بعدين بتقارن المقارنة هاي مع المقارنة هاي، تمام؟ معلومات مش مهمة يعني، بس الواحد يحاول يعمل هيك، أوكي مش مهم، تمام؟ طيب، أنتوا اقرأوا لأن أنا بعمل عليه سكيب، بس هو غالب الناس اللي أنا حكيته. آخر معلومة بدك تعرفها أو بدك تعملها وهي الماسكينج أو البلاندينج. شو قصة الماسكينج أو البلاندينج؟ ببساطة وظيفتها تمنع البايس أو تقلل البايس. شو يعني بلايندينج؟ بلايندينج من اسمها، بلايند معناها عمى، بلايندينج معناته إنه تعمي، بس مش بالمعنى الحرفي. ماسكينج معناها انك تخفي. شو يعني تخفي؟ إلها كثير اوجه الماسكينج او البلايندينج، تشمل انه الباحث مش لازم يعرف الشخص هذا باي جروب. يعني مثلا باحث قاعد بيقيس لي المورتاليتي على جروب ايه، لازم الباحث ما يكون عارف انه جروب ايه هذا تحت الانترفنشن او لا. ليش؟ عشان نتائجه ما تكون فيها بايس، تمام؟ على الوجه الثاني، لنفرض انه انا عندي مريض، واحنا قلنا للمرضى بدنا نقسمكم مجموعتين، مجموعة بدنا نعطيكو دواء جديد ومجموعة بدنا نعطيكو دواء قديم، لازم المريض ما يعرف هو أخذ الدواء الجديد ولا الدواء القديم. ليش؟ مشان ما يصيرش يمثل نتائج معينة، تمام؟ هذا معنى البلايندنج، له كثير أوجه، تمام؟ فهو لازم تعمل بلايندنج من جهة المريض أو تعمل بلايندنج من جهة الباحث. طيب
بينفع يا حذيفة نعملهم الاثنين؟ نعم، بينفع تعمل بلايندنج من جهة المريض، انه المريض ما يعرف شو قاعد يخذ، والباحث مش عارف هو لمين قاعد بفحص بالضبط. لما تعملهم الاثنين مع بعض، شو احنا بنسميه، واكيد سمعتوا بالمصطلح دبل بلايندنج. دبل بلايندنج، تمام؟ طيب، كيف احد الطرق اللي ممكن نعمل فيها بلايندنج للمريض؟ عن طريق البلاسيبو. شو يعني البلاسيبو؟ هسه بقول لك، هاي احد طرق البلايندنج للمريض، للسبجكت، يعني للناس اللي داخلين في البحث، مش للريسيرشر، لا، للمريض مثلا، او للسبجكت يعني. خلينا نقول كيف احد طرق البلايندنج؟ عن طريق بلاسيبو. هسه لما انت بدك تختبر دواء جديد، فجروب اي بتعطيهم دواء، وجروب بي ما بتعطيهم دواء معين، المفروض هذول يتحسنوا، هذول لا، ما بيزبط هيك، لانه انت هيك الجروب الثاني ما اخذ دواء، الجروب الاول اخذ دواء، هذا عارف انه اخذ وهذا عارف انه ما اخذ، ما بينفع، لازم تعمل بلاند. فشو بتعمل؟ جروب اي بتعطيه الدواء، اوكي، اما جروب بي بتعطيه شيء اسمه بلاسيبو. شو يعني بلاسيبو؟ بلاسيبو هي عباره عن حبه دواء بيكون شكلها ولونها وريحتها وكل شيء بتكون نفس شو؟ بتكون نفس شكل حبة الدواء اللي أخذوها الجروب الثاني. فالمريض لما ياخذه ما بيعرف أخذ الدواء الجديد ولا أخذ حبة تجربة. بلاسيبو معناته حبة تجربة، حبة بتشبه حبة الدواء الأصلية بس ما لها تأثير، تمام؟ هاي أحد الطرق اللي تعمل فيها بلايندينج، تمام؟ بس شو مشكلتها مرات البلاسيبو؟ مرات المرضى الذكيين بيكشفوها. فمثلا بدراسة جابوا جروبين من الناس، جروب أعطوهم فيتامين سي، وجروب اعطاهم بلاسيبو. بلاسيبو يعني حبة بتشبه الفيتامين سي. بقول لك عدد الناس، لاحظ هون، لاحظ هون، بقول لك عدد الناس، لا وين الدراسة؟ طيب، بقول لك عدد اللي كانوا ياخذوا فيتامين سي 52، اللي عرفوا انهم اخذوا فيتامين سي 40، تمام؟ انت فاهم؟ يعني المفروض انه العمليه هاي تكون بلايندنج عنهم، المفروض انه ما يعرفوا انه اخذوا حبه فيتامين سي، المفروض هم يشكوا يا فيتامين سي يا بلاسيبو. كيف عرفوا؟ الفيتامين سي كان، يعني كانت مشكله بالبحث وقتها، انه الفيتامين سي له ريحه وله طعم معين، فشو كان يعمل المرضى؟ يقرطوا الحبه، اذا طعمها طلع حلو يعرفوا انه فيتامين سي. ف40 واحد من اصل 52 عرفوا انه الحبه اللي اخذوها فيتامين سي، طبعا هون فشل البلايندنج، تمام؟ ونفس الاشي بالنسبة للعكس، الناس اللي اخذوا بلاسيبو كانوا 50، 11 منهم مشيوا على انه فيتامين سي، 39 من اصل 50 عندهم عرفوا انهم بلاسيبو. كيف؟ برضه قرطوا الحبة وكانوا عارفين انه فيتامين سي ما لهوش طعمه، والحبة اللي اخذوها، عفوا، فيتامين سي له طعم حلو، فكانوا الحبة اللي قرطوها ما طلع لها طعم حلو، فهي البلاسيبو. اوكي، فهي كانت مشكلة بالبحث يعني. وهذا شرح الاشي نفسه، وهي أهمية البلاسيبو. قلت لك شو أهمية البلاسيبو، إنها بتعمل بلايندينج. وهذا برضه مثال ثاني، زي قصة الأسبرين وزي قصة الفيتامين سي، مرات المريض بيقدر يميز بين البلاسيبو وما بين حبة الدواء عن طريق الشكل، أو عن طريق الطعم، أو عن طريق اللون. لنفرض إنك سيطرت عليهم كلهن وجبت حبات متماثلة، من جبت حبة بلاسيبو مماثلة تماما للحبة الأصلية بس إنه ما لهاش تأثير، المفروض المريض هيك ما يعرف، صح؟ أقول لك لا، جربوا يعملوا بدراسة ثانية إنه مجموعة من المرضى يعطيهم أسبرين ومجموعة يعطيهم بلاسيبو، حطوا نفس الشكل ونفس الطعم ونفس إشي، وبرضه عدد كبير من المرضى عرفوا. كيف؟ كيف عرفوا؟ عرفوا لأنه الأسبرين بيعمل وجع بالمعدة، بس البلاسيبو ما عملت لهم وجع بالمعدة، تمام؟ فالناس اللي عملت وجع، اللي صار عندهم وجع بالمعدة، عرفوا إنهم أخذوا أسبرين. الناس اللي ما صار عندهم عرفوا إنهم أخذوا بلاسيبو، تمام؟ الطرق اللي الناس بتكشف فيها البلاسيبو عن النيو دراج او الانترفنشن، مش بس بالشكل او بالطعم، وممكن تكون بالسايد افكت للدواء، تمام؟ تمام. فهون رح نرجع لمفهوم البلايندنج. مفهوم البلايندنج السبجكت، ممكن انك تعمل بلايندنج للمشاركين، او تعمل بلايندنج لمين؟ للاوبسيرفر، او للداتا كوليكتر، او للريسيرشر نفسه، هذا بنسميه اوبسيرفر بايس، بتمنع الاوبسيرفر بايس، او تعمل دبل بلايندنج، او تعمل دبل بلايندنج، تمام؟ طيب، خلينا نرتاح شوي، لأنه ظل آخر جزء من المحاضرة، والجزء الأخير كتير سهل يعني، بس إنه أنتم ارتاحوا شوي، روحوا اشربوا مي وارجعوا، تمام؟ طيب، نكمل. طيب، إحنا أخذنا فوق، مشان أعمل لكم بس فلاش باك عن المحاضرة، بلشنا فوق بالنان راندومايزد، وقلت لكم أنواعهم اللي هاي رسمتهم هون، تمام؟ بعدين شو بلشنا؟ بلشنا بالراندومايزد، قلت لكم اساسها الطبيعي كيف بتكون، بعدين قلت لكم كيف ممكن نعمل لها ستراتيفيكيشن، اللي هي اشباع، نضيف عليها الفاريبلز والى اخره. بعدين اخذنا عن موضوع شو المعلومات اللي بدك اياها من المريض، حكينا عن التريتمنت الاسايند والكذا، اوتكم،
وحكينا عن الاوتكم، الفرق ما بين الاوركوز مورتاليتي والديزيز سبيسيفيك مورتاليتي، حكينا عن البروفايل ات انتري، واخر شيء حكينا عن البلايندنج. هسه راح نروح لاخر جزء من المحاضره اللي هو كيف ممكن انت تقوي الار سي تي تبعك. يعني هاي كلها اشياء بتقوي الار سي تي تبعك ومؤثره عليه، تمام؟ شو هي الاشياء اللي برضه ممكن تعملها؟ ايش بنسميه الكروس اوفر، وايش بنسميه الفاكتوريال ديزاين، تمام؟ هاي اخر اشياء راح يكون بالمحاضره، تمام؟ شو الفرق بين الكروس اوفر، او عفوا نبلش بالكروس اوفر. شو معنى كروس اوفر بالعربي؟ كروس اوفر معناها تقاطع، معناها تقاطع، تمام؟ معناته انه صار في عندي تقاطع، تمام؟ شو يعني تقاطع؟ تقاطع معناته انه حذيفة، انت قلت لي انه احنا مشينا بالمجموعتين، ايه قسمناهم لأ وقسمناهم لبي. شو يعني تقاطع؟ تقاطع معناته انه الدواء اللي بلشنا فيه، لانه ليش بدي اقول لك شغله، لنفرض انه الناس اللي هون هم اللي ماشيين على نيو تريتمنت، الناس اللي هون ماشيين على الكرنت تريتمنت، تمام؟ شو يعني تقاطع؟ تقاطع انه ايه شو بلشوا؟ بلشوا بنيو تريتمنت، بعدين بنحولهم وين؟ لكرنت تريتمنت، تمام؟ البي بلشوا بالكنترول تريتمنت او بالكرنت تريتمنت، بعدين لوين حولناهم بعد وقت معين؟ لنيو تريتمنت. هذا احنا بنسميه كروس اوفر. كروس اوفر لازم يخطر ببالك كثير اسئله. اول سؤال، اول سؤال، هل هذا الاشي احنا ناويين عليه ولا بصير هيك؟ انا بقول لك في له نوعين، في بلاند كروس اوفر وان بلاند كروس اوفر. البلاند كروس اوفر اشي انا مخطط له، يعني انا مخطط انه يصير هاي العملية بالضبط. الان بلاند انا مش مخططها، وراح ناخذ الفرق بيناتهم بعدين بالتفصيل. ثانيا، شو الهدف منه؟ شو الهدف منه؟ الهدف منه وهل هو اشي كويس ولا لا؟ الكروسنج اوفر اشي كثير كويس. ليش؟ لانه لنفرض انه ايك ايه احسن. بدي اسالك سؤال، مش دائما بيقول لك معلومة بيقول لك لا تقارن حالك بالثانيين، قارن حالك بنفسك قبل مثلا 10 سنين. ليش؟ لأنه مين أفضل حدا تقارن فيه مين حد مين في أفضل من إنك تقارن نفسك بنفسك؟ ليش؟ لأنك أنت نفس الشخص، لأنك أنت نفس العقل، وأنت نفس إله، وأنت نفس إله. فشو بتعمل؟ وهون نفس المبدأ، هون نفس المبدأ. أنا المجموعة A والمجموعة B قد ما حاولت أعمل stratification للراندومايزيشن، إني أضيف variables وأقسمهم وإلخ إلخ إلخ، إلا ما يظل في بيناتهم فروقات، تمام؟ فحتى الـ RCT بالأخير بالـ outcomes مش ما بتكون دقيقة 100%. كيف بقدر أخليها دقيقة أكثر؟ بمشي جروب A مثلا، بمشي جروب A على دواء جديد، تمام؟ بعدين بشوف شو تأثير الدواء الجديد على الجروب A، تمام؟ بعدين شو بعمل؟ بمشي جروب A على الدواء القديم وبشوف شو تأثير الدواء القديم عليه، بعدين بقارن التأثير اللي صار لجروب A هون مع التأثير اللي صار لجروب A هون. فلاحظ الكروسنج اوفر شو فائدته؟ ما قارن بين A و B، هو قارن بين نتائج جروب A على الدواء الأول نتائج الدواء الأول على جروب A ونتائج الدواء الثاني على جروب A. لاحظ هو قارن للجروب نفسه. وكذلك الأمر بالنسبة لبي، بي كانوا ماشيين على الدواء الثاني خلينا نقول، بعدين بنشوف شو تأثير الدواء الثاني عليهم، بعدين بنحولهم للدواء الأول وبنشوف، بعدين بنقارن هاي مع هاي، بنقارن تأثير الدواء الأول على بي مع تأثير الدواء الثاني على بي. هذا هو ببساطة الكروس أوفر. فأنت لاحظ هذا نفس اللي أنا قلت لك عنه. لاحظ أول إشي بلشنا بالراندومايزيشن، حكينا عنه فوق، عملنا variables وإلخ إلخ إلخ، قسمنا لمجموعتين جروب A جروب 1 وجروب 2، تمام؟ جروب 1 وجروب 2، جروب 1 كان ماشي على نيو تريتمنت، جروب 2 كان ماشي على الكرنت تريتمنت، يعني كل واحد فيهم ماشي على دواء، تمام؟ بعدين شو عملنا؟ مشى الزمن مشى الزمن، بعد ما مشى جروب A جروب 1 عفوا على النيو تريتمنت وجروب 2 على النيو تريتمنت، بشوف شو تأثير الأدوية هاي عليهم. فلاحظ بالخطوة الثانية شفت شو التأثير على جروب A، وشفت شو التأثير على جروب على جروب واحد، وشفت شو التأثير على جروب اثنين، تمام؟ بعدين شو عملت؟ عملت كروسنج اوفر. جروب A خليته يمشي على الكرنت تريتمنت، وجروب 2 حولته للنيو تريتمنت، تمام؟ بعدين رجعت بعد فترة شو عملت؟ شفت شو تأثير النيو تريتمنت على جروب اثنين، وشفت شو تأثير النيو تريتمنت على جروب. وقتها بقارن، شو بقارن؟ بقارن هذول اللي أنا بدي أرسم لكم إياهم هسا. يا في عندي طريقتين للمقارنة، يا إما بقارن النتيجة طلعت معي هون بالنتيجة طلعت معي هون، اللي هو جروب 1 على الكورنت تريتمنت مقارنة بجروب 1 نفسه على النيو تريتمنت، أو
بقارن جروب 2 هون مع جروب 2 هون، وهذول الملخص الإشي اللي هون، يعني هذا نفس اللي انا بحكي لكم انا، فهمتوا؟ موضوع كثير سهل يعني. هذا النوع من الكروسنج اوفر انا بسميه بلاند كروس اوفر، بلاند كروسنج اوفر. بلاند كروس اوفر يعني انا مخطط انه يصير زي هيك، وهذا إشي مفيد وبيقوي البحث تبعي. البلاند كروس اوفر از سمثينج جود، تمام؟ تمام. النوع الثاني من الكروس اوكي، او قبل ما نروح للنوع الثاني من الكروسنج اوفر اللي هو الان بلاند، بدنا نشوف شو مخاطر البلاند كروسنج اوفر. في مخاطر واشياء لازم تنتبه لها. اول وحده فيهن اللي هي الكاري اوفر. شو هي الكاري اوفر؟ انه انا صح مشيت جروب اي، صح مشيت انا جروب 1 عفوا على الدواء الاول هون، صح؟ طيب بعدين بدي امشيه على الدواء الثاني. الكاري اوفر معناته انه ممكن الدواء الاول لما انت نقلت جروب واحد لهون ومشيته على الدواء الثاني، ممكن الجروب الاول ظل له التاثير لما نقلته على الدواء الثاني. يعني ممكن جروب 1 ظل متاثر بالدواء الاول حتى بعد ما نقلته للدواء الثاني. هذا احنا شو بنسميه؟ الكاري اوفر. هذا كيف بمنعه وكيف بتخلصوا منه؟ بشيء بنسميه الواش اوت. شو يعني الواش اوت؟ يعني مش مباشرة أول ما تشوف جروب 1 تأثير التريتمنت عليه مباشرة تنقله لهون، لا، تستنى شوية وقت لحد ما جسمه يطلع الدواء ويتخلص منه ويبطل التأثير، بعدين بتحوله للكرنت تريتمنت، تمام؟ إذا هاي أول مشكلة الكاري أوفر ما حلها اللي هي الواش أوت، تمام؟ ثاني مشكلة إنه السايكولوجيكال بروبلم أو السايكولوجيكال إفكت. شو هو السايكولوجيكال؟ إنه دائما المرضى، طبعا هذا إشي نفسي وإنسى مش مهم، يعني إنه دائما المرضى ببداية البحث بيكونوا متأثرين أكثر من لما يكونوا في آخر البحث. فجروب 1 هون ممكن تظهر عليكم سايد افكت وهون ما تظهر عليهم، ولكن السبب مش اختلاف التريتمنت، السبب إنه هون كانوا متأثرين أكثر من ناحية سيكولوجية، متحمسين وإلى آخره، أما تحت لا. تمام. آخر إشي إنه البلان كروس أوفر إز the clearly not possible of the new therapy is surgical or of the new therapy cure the disease. يعني ببساطة البلاند كروس اوفر ما بتقدر تطبقه في حالتين، ما بتقدر تطبقه في حالة انه في حال كان النيو ثيرابي سيرجري. ليش؟ لأنه في حالة كان النيو ثيرابي سيرجري، يعني في حالة انه هون التأثير اللي انت عملته هون سيرجري، يعني عملية جراحية، بالعملية الجراحية ما في فترة واش اوفر لإلها، هي حتظل دائما معاه، فما بتقدر تنقله لعملية جراحية ثانية، فما بتقدر تطبقه هون. ثاني عملية ما بتقدر تطبقه فيها اللي هو انك تنطيه دواء يشفيه من المرض. اذا انت اعطيت جروب 1 دواء يشفيه من المرض، فشو فائدة انك تنقل له دواء ثاني؟ يعني شو بدك تشوف التأثير تبعه؟ تمام. فهذول الشرطين بيمنعوا ان الكروس اوفر يصير. تمام. الان بلاند كروس اوفر، خلصنا البلاند كروس سوينج اوفر، هسه رح نروح للان بلاند كروس اوفر. ببساطة نمشي على الترتيب. أنا عندي مجموعة كبيرة قسمتهم لشو؟ عملتهم راندومايزيشن باستعمال كمبيوتر وبطريقة محترمة، قسمتهم لجروبين، جروب واحد وجروب اثنين. هذا مثال يقول لك افرض الجروب الأول إنه مرضى بدنا نجرب عليهم خيار جراحي، وجروب الثاني بدنا نجرب عليهم خيار ميديكال. لاحظ ليش استعمل لك هذا المثال تحديدا هون؟ لأنه هذا ما بتقدر تطبقه فوق. يعني مش أنا قلت لك أحد محددات، أحد الأشياء اللي بتمنع استعمال البلاند كروسنج أوفر اللي هو يكون الانترفينشن عملية جراحية؟ معناته الأن بلاند كروس أوفر أحد فوائده شو؟ إنك بتقدر تستعمله لما يكون الإشي عملية جراحية، أو مش بتقدر تستعمله، هو أنت أصلا مش مخطط له، قصدي إنه نتائجه مقبولة، خلينا نقول. تمام؟ تمام. فأنت قسمتهم لجزئين، الجزء الأول المفروض إنه يعمل عملية جراحية مشان يشفى من مرضه، والمجموعة الثانية ميديكال، يعني تعطيه أدوية مشان يشفى من مرضه. شو اللي صار؟ اللي صار انه جزء بعد ما انت وزعت الناس لسيرجيكال وميديكال، جزء من السيرجيكال قال لك لا يا عمي انا ما بديش سيرجيكال، بدي اروح ميديكال. والجزء من الميديكال ما له حق يرفض ميديكال لانه دواء، انت لك حق ترفض عملية جراحية. يعني في هاي الانواع من الابحاث انت بترفض عملية جراحية، بس الدواء مرات متى ما بتقدر تاخذ الدواء؟ لما انت فعلا تكون بحاجة عملية جراحية مش دواء. جزء من الميديكال تيم كانوا بحاجة سيرجري مش ميديكال، وجزء من السيرجري تيم ما رضوا بالسيرجري. فهون شو بدك تعمل؟ هذول اللي هون بدك تحطهم مع هاي الفئة، وهذول اللي هون بدك تحطهم مع هاي الفئة، تمام؟ فلاحظ بالنهاية شو اللي طلع عندك. اللي بالنهاية شو طلع عندك؟ طلع عندك انه صار في عندك جروبين، جروب سيرجري تريتمنت اونلي، الناس اللي انت قسمتهم يكونوا سيرجري ورضوا يكونوا سيرجري، ومين معهم؟ الناس اللي اجوهم من هون،
وبرضه الجروب الثاني مين اللي فيه؟ الناس الأصليين مع الناس اللي اجوهم من هون. هذا أنا بسميه أن بلاند كروس أوفر. ليش سمينا أن بلاند كروس أوفر؟ لأنه أنا مش ناوي لهذا الإشي، صار الإشي بعد عملية الراندومايزيشن. كونه صار بعد عملية الراندومايزيشن مش بتخطيط مني، بسميه أن بلاند كروس أوفر. يأتي السؤال المهم، يأتي السؤال المهم، أنا كيف أعامل هذول الناس، هذول الجروبات اللي صار لهم كروسنج أوفر، كيف أعاملهم؟ أولا بدي أقول لكم فرق ما بين البلاند والأن بلاند كروس أوفر كثير مهم، عدا عن إنه هذا مخطط هذا مش مخطط. لاحظ بالكروسنج أوفر بالبلاند كان كل جروب A يروح للتكنيك الجديد وكل جروب B يروح للتكنيك القديم هكذا، تمام؟ بينما بالأن بلاند كروس أوفر لاحظ بس جزء بيكون، جزء بينتقل لهون جزء بينتقل لهون. مش معلومة مهمة يعني، بس مشان تدرك. تمام، أنا في سؤال مهم لازم أكون عارفه ولازم أحدده، إنه هذول الناس، هذول اللي كانوا المفروض يكونوا ميديكال وراحوا سيرجري، أو اللي كانوا المفروض يكونوا سيرجري وراحوا ميديكال، شو بدي أعمل معهم؟ شو بدي أعمل معهم؟ هل أحاسبهم على النية اللي أنا قسمتهم عليها هون؟ يعني هل هذول اللي طلعوا من الميديكال وراحوا على السيرجيكال أظل محاسبهم كميديكال، واللي طلعوا من السيرجيكال وراحوا على الميديكال أظل محاسبهم كسيرجيكال؟ هل أعاملهم على النية إنه شو اللي كان لازم يكونوا عليه، ولا أعاملهم على اللي صاروا عليه، إنه خلص اللي دخلوا على الميديكال عاملهم كميديكال، واللي دخلوا على السيرجيكال عاملهم كسيرجيكال؟ شو لهذا الإشي؟ أنا بقول لك الاثنين يمكن استعمالهم، لكن في واحد أفضل من الثاني. النوع الأول إنك تعاملهم حسب النية اللي كان المفروض عليها، هذا اسمه intention to treat، هذا اسمه ال intention to treat، تمام؟ هذا اسمه ال intention to treat، تمام؟ هذا النوع الأول من طريقة معاملتهم. يعني إن شو قصدي بطريقة معاملتهم؟ إنه طيب لما تطلع النتائج اللي هون، هذول اللي هون بدك تعامل نتائجهم كجزء من فريق السيرجيكال ولا الميديكال، وكذلك الأمر بالنسبة لهذول، هيك قصدي. ال intentional to treat إنك تعالجهم بناء على إيش كانت النية الأصلية. هذول نيتهم الأصلية شو كانت؟ إنهم يتعالجوا سيرجيكال، فأنت بتحسبهم مع جماعة السيرجيكال. هذول أنت كان المفروض ميديكال، فبتعاملهم مع جماعة الميديكال. هذا اسمه الانتنشن تكريت، شو كانت النية. أما النوع الثاني اللي هو الأز تريتد، شو هو الأز تريتد؟ إنك مش بتعاملهم حسب النية، خلص بتعاملهم باللي هم عليه. هذول اللي كانوا سيرجيكال وراح ميديكال بتعاملهم كميديكال، وكذلك الامر بالنسبه العكس. مين الافضل واللي المفروض تعمل فيها؟ اللي هي الانتنشن تو تريت. وهذا اجى سؤال سنوات، عفوا اجانا بالامتحان كان الجواب انتنشن تو تريت، انه الافضل تعملهم انتنشن تو تريت. سو بالان بلاند كروس اوفر انت بتعامل المجموعات اللي صار لها كروس اوفر بنيز بالانتنشن تو تريت. في ناس بتستعمله وناس بتستعمله، لكن الافضل انه هيك. تمام، وهاي معنى الانتنشن تو تريت. اقرأوها هون، انك انت بتعامل الناس بناء على الدواء اللي كان المفروض يمشوا عليه، مش على اللي مشوا عليه. هاي معنى الانتنشن تو تريت. تمام، طيب ليش ما بنعاملهم بطريقه الاز تريتد اناليسيز، انه بالمجموعات اللي هي عليها؟ ليش بنعاملهم بالانتنشن تو تريت مش بهذا الاسلوب؟ السبب انه الاز تريتد اناليسيز فيها نوع من البايس، فيها نوع من البايس مش راح نخوض فيه، بس فيها نوع من البايس. تمام، طيب اذا حكينا عن الكروسنج اوفر، حكينا الكروسنج اوفر فيه منه بلاند وفي منه ان بلاند، حكينا عنهم باثنين. هسه رح نروح لمصطلح ثاني عن الكروس اوفر، وهو الفاكتوريال ديزاين، وهو برضو احد الاستراتيجيات اللي ممكن تستعملها بالار سي تي. شو هو هذا الاشي؟ لنفرض انك انت بدك تعمل ار سي تي للفرق ما بين دوايين، بدك تقارن بين دوايين، وهذول الدوايين ما يعني الميكانيزم اوف اكشن لهم ما لهم دخل ببعضها، ما في داعي تجيب جروبين. تمام، ما في داعي تجيب جروبين، نفس الجروب، كونه الدوايين ما بيأثروا على بعض، فأعطيهم لنفس المجموعة من الناس. تمام، فبناء على هذا الإشي، نفس المجموعة من الناس اللي هي المجموعة الصغيرة هي قسمها على أربعة، قسمها لأربعة، الربع مثلا بتنطيه الدوايين، تمام، ربع بتعطيه الدواء بي، ربع بتعطيه الدواء إيه، والربع الأخير ما بتعطيه ولا دواء. هيك أنت شو عملت؟ عملت إشي مرتب. هذا النوع من الديزاين نسميه فاكتوريال ديزاين. شو يعني فاكتوريال ديزاين؟ هاي طبعا هذا كثير كويس، بس شو شرطه هذا النوع من الديزاين؟ قلت لك بشرط انه الدوايين ما بتداخلوا مع بعض، اندبندنت اون ايتش اذر، ما بيعتمدوا على بعض. تمام، فوقتها اذا بدك تقيس تاثير دواء بي، شو بدك تقيس؟ بدك تقيس تاثير دواء بي، بدك تقارن تاثير دواء بي اللي اخذوا دواء بي مقارنه باللي ما اخذوا دواء بي. شو بدك تعمل؟ بتقارن اللي هون
اللي هي خلية A وخلية B، لأنه هون أخذوا دواء B وهون أخذوا دواء B، باللي ما أخذوا دواء B اللي هم مين؟ الموجودين هون. فأنت بتقارن خلية A وخلية B مع خلية C وخلية B، تمام؟ طيب إذا بدك تقارن مثلا تأثير الدواء A اللي أخذوا دواء A بالنسبة للي ما أخذوا دواء A، مين وين اللي أخذوا دواء A؟ هذول أخذوا دواء A وهذول أخذوا دواء A، فأنت بتقارن خلية A و C مع خلية B، وهذا نفس اللي موجود هون، تمام؟ طيب هذا الاكزامبل حكينا عنه. طيب اخر شيء راح نيجي عنه وهو الكومبلاينس نون كومبلاينس. شو معنى الكومبلاينس؟ كومبلاينس اللي انه مثلا انت حكيت لخمس مرضى انهم لازم ياخذوا دواء معين، المرضى هذول لازم ياخذوا هذول الخمس ادويه، اي خلل في عمليه اخذهم للدواء بسميها نون كومبلاينس. نون كومبلاينس لها كثير اشكال، ممكن تكون اوفرت ممكن تكون كوفرت، تمام؟ شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم كالاتي، ممكن تكون اوفرت. كيف ممكن تكون اوفرت؟ انه واحد مثلا بلش بدواء بس خلص هو قرر انه ما بده يكمل عليه وخبر الباحث تبعه انه انا ما بدي اكمل، فالباحث وقتها بيطلعه من البحث، هذا احنا بنسميه اوفرت، واللي طلع من البحث بسميهم دروب اوت، تمام؟ طيب اما الكوفرت شو قصتهم هذول؟ الكوفرت هذول بيقولوا للباحث انه اوكي راح ناخذ هذا الدواء بس ما بياخذوه او ما بيلتزموا فيه وما بيقولوا للباحث، وهذول بنسميهم الكوفرت، هذول ما بيطلعوا من البحث، مشكلتهم انهم بيظلوا جوا البحث والبحث ما بيعرف انهم ما بياخذوا الدواء، وهذول بياثروا لي على البحث، فالنون كومبلاينس مش شيء كويس للبحث تبعي، تمام؟ تمام. فقلت لك الفرق بين الاوفرت اللي هي هون، هذول بيخبروا البحث وبيطلعوا من البحث وبنسميهم دروب اوت، دروب اوت. اما هذول شو بنسميهم؟ هذول ما بيقولوا للبحث انهم بطلوا ياخذوا الدواء او بطلوا ملتزمين فيه، فما بتقدر تعرف، فضل نسميهم covert non-compliance، تمام؟ طيب طيب بيقول لك whenever، فمن طرق منع الإشي حاول ظل دائما check on potential non-compliance or built-in study، حاول ظلك دائما بالدراسة تاعتك افحص إنه في non-compliance ولا لا، احرص إنه ما في عندك non-compliance. يعني كيف ممكن إنك تعمل كذا؟ بعض الأدوية بتطلع بالبول، فكيف بدك تعرف إذا المريض تبعك ملتزم بالدواء أو لا؟ ما بتعرف هو قال لك أو لا، افحص البول تبعه، إذا ما طلع فيه بكون نون كومبلاينس، إذا طلع بكون كومبلاينس، وهكذا. يعني في كثير أشياء. في عرفنا مصطلح الدروب أوت إيش هو، اللي هو الأوفرت نون كومبلاينس. في عندي مصطلح بنسميه الدروب إن، وبرضه هو إشي مش كويس. شو قصة الدروب إن؟ إنه واحد، إنه مثلا أنت قسمت جروبين، قسمت كنترول جروب وانترفنشنال جروب، تاني انترفنشن جروب بصيروا ياخذوا من الكنترول جروب بدون ما يقولوا لك، او الكنترول جروب بصيروا ياخذوا من هون، هذا احنا بنسميه دروب ان. شو يعني دروب ان؟ انه تعيين الكنترول جروب صاروا ياخذوا من الدواء الجديد، من الدواء الانترفنشنال، هذول بسميهم دروب ان، دخلوا على الانترفنشنال وانا ما كنتش ناوي ادخلهم، زي هذول الدروب اوت، طلعوا من طلعوا من الانترفنشنال وانا ما كنتش ناوي اطلعهم، تمام؟ كيف ممكن احافظ على الكومبلاينس تبعي؟ احد طرق الحفاظ عليها، اول وحده اخذ لهم هاي ريسك بابيليشن از بارتيسيبنت ان ستادي بابيليشن، اخذ هاي ريسك بيبل. ليش السبب انه الهاي ريسك بيبل بتزيد من الكومبلاينس؟ لانه هذول مجبورين ياخذوا الدواء، اذا ما اخذوه بموتوا، فما بيقدروا انهم يضحكوا عليك، تمام؟ ثاني وحده انه الفريكوينت كونتاكت، ظلك متابع الامور معهم. ثالث طريقة تعمل لهم تقويم وكذا وتظل تسأل عليهم وإلى آخره. والشيء الرابع اللي بتقدر تزيد فيه من الكومبلاينس إنك تعطيهم مشجعات، مصاري، بحث، أجواء، أشياء بحبوها، يعني انسنتيفز، يعني مشجعات، تمام؟ طيب راح نحكي بس معلومات عنها عن الكومبلاينس عشان ننهي المحاضرة. لأن الكومبلاينس بتقلل من الستاتستيكال باور، فهي بتقلل من قوة البحث تبعك، فكل ما زادت النون كومبلاينس كل ما البحث تبعك قوي، كل ما قلت النون كومبلاينس كل ما صار البحث تبعك اقوى، تمام؟ تمام. على شو بيعتمد تاثير النون كومبلاينس؟ يعني شو العوامل اللي بيعتمد عليها على او النون كومبلاينس؟ شو العوامل اللي بتاثر عليها؟ هل في اشياء ممكن تاثر عليها؟ في اشياء، مثلا الديوريشن البحث تبعك، ممكن كل ما زاد طول البحث تبعك كل ما زاد احتمالية حدوث النون كومبلاينس. ليش؟ لأنه المرضى بصيروا يزهقوا فبصيروا يتركوا الدواء وما يقولوا لك، تمام؟ فمدة البحث تبعك كل ما زاد طولتها بتزيد النون كومبلاينس، فمش إشي كويس تكون فترة البحث تاعتك طويلة. أولا المرضى بيزهقوا وبطلوا يلتزموا وخلص بسحبوا عليك. ثانيا أحد الأشياء اللي بتزيد من النون كومبلاينس الكومبلكسيتي. شو يعني الكومبلكسيتي؟ تعقيد العملية. مثلا بتروح على مريض بتقول له
على الساعة 1 خذ حبتين، على الساعة 3 خذ 3، كذا كذا كذا. إشي معقد المريض ما راح يلتزم فيه، فهذول العاملين الديوريشن والكومبلكسيتي بيأثروا عليه. تمام؟ طيب compliance is difficult when the end points are time taking like incidence of cancers of death. بيقول لك ال compliance اللي هي الإشي الكويس مرات صعب نعملها. ليش؟ صعب نعملها لما ال end point هو إشي بياخذ وقت. يعني بيقول لك ال compliance صعب تحافظ عليها إذا الأبحاث تعيتك هي إشي بياخذ وقت طويل، زي الكانسر، زي الأشياء المتعلقة بالدث، الكانسر أو الكرونيك ديزيز. يعني لما يكون محتوى البحث تبعك عن كانسر او كرونيك ديزيز صعب تحافظ على الكومبلاينس فيه. تمام، بس هيك المحاضرة طولت لانها طويلة، يعني بعتذر منكم جدا. الله يعطيكم العافية وبالتوفيق ومع السلامة.